نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. تمام، برحب بكم طبعا في كورس قواعد اللغة الإيطالية للمبتدئين. معاكم أستاذة آية بهاء الدين. احنا خدنا كورس قبل كده مع بعض، وكان كنت بركز أكتر على الكلمات، ما كانش بيركز أكتر على الفرق. زي الكورس ده أديكوا فكرة عن الحاجات اللي احنا هناخدها إن شاء الله في الكورس ده. أول حاجة هناخد السينجولار والبلورال. يعني إيه سينجولار؟ يعني إيه بلورال؟ يعني المفرد والجمع. كمان هناخد الارتيكولي ديترميناتيفي كده البريزنت. يعني ايه البريزنت؟ اللي هو البريزنت المضارع. وبعدين هناخد بعد كده الباساتو بروسيمو. يعني ايه باساتو بروسيمو؟ ده من الماضي القريب. بعدين هناخد الامبرفيتو اللي هو الماضي المستمر. هو ملوش شبيه في اللغة العربية، بس ان شاء الله لما نوصل ليه نوضحه. بعد كده هناخد الفوتورو المستقبل. وبعد كده هناخد اخر حاجة لبريبوزيزيوني. يعني ايه لبريبوزيزيوني؟ يعني ادوات. طبعا الكورس ان شاء الله بإذن الله هيركز على القواعد، بس بجانب القواعد هناخد حاجات تانية. عشان تبقى متمكن في اللغة لازم هيبقى مطلوب منك شوية. زي ايه؟ اول حاجة يبقى عندك ديكشناري. يعني ايه ديكشناري؟ يعني ديكشناري. بجانب الكورس اي حاجة انت مثلا سمعتها، اغنية ايطالي سمعتها، قصة قصيرة بتقراها، اي حاجة ليها علاقة باللغة وانت بتترجمها محتاج معاك ديكشناري. الناس البيجينرز اللي هم لسه مبتدئين خالص ما عندهمش اي باك جراوند عن اللغة ممكن يبقى معاها من كله. زي ايه؟ هنلاقي على الجروب كل حاجة انا حطيتها، القواميس العربي ايطالي، هنلاقي ليها حاجات كتير قوي على الجروب ان شاء الله. اما بالنسبة للناس اللي عندها تايك راين، يعني شوية بتقدر تتفاهم مع اللغة، تقدر تعتمد على ديكشناري يكون ايطالي ايطالي. وبرضو موجود على الجروب زي دانتي مثلا، قاموس ايطالي ايطالي. طبعا ده هيقوي اللغة اكتر واكتر، لو حد متمكن هيبقى متمكن اكتر واكتر. بس زي ما قلت لازم يبقى عنده باك جراوند عن اللغة اللي هو بيدرسها. باذن الله بعد ما نخلص مرة هيبقى فيه كومبيتو. يعني ايه كومبيتو؟ هيوريك ان انت زي اكسرسايز صغير كده، يعني زي اكسرسايز صغير انت هتجاوب، هنزله بعد لما اخلص المحاضرة على الجروب. وبعد كده هنزل لمدة الانسر بتاعته بحيث ان احنا نبقى فاهمين نصحح ازاي. في حد عنده اي سؤال قبل ما نبدأ؟ يبقى احنا اتكلمنا كده عن صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس اللي اول مرة يقدروا ما رجعوا الكورس اللي فات عن طريق اليوتيوب، هيجيب احنا سجلناها قبل كده موجودة على اليوتيوب. الكورس ده اكتر هيبقى مركز على جراماتيكا، مركز على القواعد، لان اللغة زي ما احنا عارفين ميكس ما بين الكلمات والقواعد. الكورس اللي فات كنا بنركز اكتر على انت يبقى عندك، يبقى لما حد يسألك قال كومتك يعني تعرف تجاوب عليه، كوانتي اني اي عندك كام سنة تعرف تجاوب عليه. الكورس ده يركز اكتر على جراماتيك قواعد اللغة الايطالية نفسها. طبعا الاتنين بيكملوا بقى. يعني ايه مؤنث؟ مؤنث لاتيني. سينجولار يعني مفرد، بلورال يعني جمع. عندي ماسكيلا يعني مذكر، فيمينيلا يعني مؤنث. عندي الجزء اللي على الشمال ده ابريفيشن اس ام. يعني ايه اس ام؟ ده هنلاقيه في الديكشنري. حد بيتعامل مع قاموس هيلاقي مثلا كلمه اس ام، سينجولار ماسكيلا يعني مفرد مذكر، سينجولار ماسكيلا كده. الماتيريال ظهره تمام. يبقى اس ام ابريفيشن معناه سينجولار ماسكيلا. يعني ايه سينجولار ماسكيلا؟ يعني مفرد مذكر. طب اف سينجولار فيمينيلا يعني مفرد مؤنث. يبقى سينجولار ماسكيلا مفرد مذكر.
singular وفيمينينا مفرد مؤنث. بعد كده عندنا بلورال مسكيلة حرف الاي. طبعا احنا ما عندناش حرف الاي ده في اللغة الإسبانية، بنقول عليه حرف الاي. حاضر معانا برضو الكورس اللي فات اخدنا الالفابيتو اللي هي حروف اللغة الإيطالية. بقت أميكي أميكو. بقت في أي مشكلة؟ أي بعض. كلمة البروجراما، بروجراما دي ما تبقى إي بروجرامي، إي بروجرامي. إل تيما يعني موضوع أو مقال. إل تقبل الله منكم، يا ريت لسانا يروح. تمام، بنكمل موضوعنا عن السينجولار ايه البلورال. قلنا السينجولار يعني المفرد والبلورال يعني الجمع. وقلنا في ماسكيلا يعني مذكر وفيميلا يعني مؤنث. اتكلمنا الاول عن الماجور يعني اغلب الكلمات في اللغه الايطاليه المذكر بتنتهي بحرف، ولما بتتجمع بتتغير لحرف الاي. الاي في الايطالي هو حرف الاي. زي ايه؟ زي كلمه ايليبرو تتحول تبقى ايليبري. كلمه لاميكو تتحول تبقى لي اميتشي. في عندنا اكسبشن. في عندنا اكسبشن في اللغه، في كلمات بتنتهي بحرف الا بس هي مسكيله لكنها ايه مذكره. طيب بتتجمع بتتحول برضو لحرف الاي. زي كلمه ايه؟ زي كلمة البروجراما تتحول تبقى البروجرامي. التيما التيمي. الدنتيستا الدنتيستي. البويتا البويتي. البروفيتا البروفيتي. لحد هنا في حد عنده اي سؤال؟ اي حاجة مش واضحة؟ تمام. في بعض الكلمات ما بتتغيرش لما نجمعها، زي كلمة ايه؟ زي كلمة السينما. السينما دي السينما تبقى اي برضو. اي سينما. في برضو بعض الكلمات زي الفيلم المنيو الكافيه. طبعا كافيه ومنيو الاثنين ملهمش علاقه باللغه الايطاليه، كلمات دخيله عليها. واتكلمنا عن الكلمات الدخيله في اول محاضره لينا السنه اللي فاتت، لما قلنا برضو كلمه جوت اللي هي زبادي، دي برضو من الكلمات الايه الدخيله، يعني كلمات مش موجوده في اللغه الايطاليه. كلمه البار كافيتريا من الحاجات اللي ما بتنتميش للغه الايطاليه. كلمه برضو، كلمه جاز، فيروس، كل الحاجات دي لا تنتمي للغة الإيطالية. تاخد زي ما اتفقنا اللي يهمنا بقى اللي هي ما تفرقش معانا مذكر أو مؤنث. تاخد أرتيكول، بس أرتيكول اللي هو الأداة اللي قدامه، أو كلمة الأبوستروف لما يبقى فيه حرف متحرك قدامه. طبعا الحاجات دي هناخدها بالتفصيل إن شاء الله. كل الحاجات دي ما بتتغيرش لما بتتجمع. تاني معايا المنيو، الكافيه، الإسلام، البار، الغاز، الفيروس، السالوني. كل الحاجات دي ما بتتغيرش لما عندنا بعض الكلمات اللي بتنتهي بمقطع ايو بتتغير عند الجمع. ازاي؟ كلمة باتشو بتبقى باتشي، باتشو، باتشي. لاحظنا ان احنا شلنا حرف الاو. باتشو، باتشي. فيليو، فيلي. انكروتشو، انكروتشي. تاني، il باتشو، i باتشي. il فيليو، i figli. L'incrocio, l'incroci.
بالظبط، بنعرف الكلمة دي مثقيلة أو فيمينيلة من آخر حرف. بنعرف الكلمة دي بالا سينجولارا يعني جمع ولا مفرد من آخر حرف ليها. بس طبعا احنا قلنا انه مش اخر حرف دايما بيبقى ثابت، يعني لا ماجور بارتي اغلب المفرد المذكر بينتهي بحرف الاو، ولسه هنشوف قدام شويه النهارده الفيمينيلي اغلب الفيمينيلي اللي هو المؤنث بينتهي بحرف الا اللي هو حرف الاي بالانجلش، بس بيركسبشنز. يلد عباره عن ارتيكولا هنتكلم عنه ان شاء الله المحاضره الجايه، اللي هي أداة المعرفة وأداة النكرة. احنا قلنا دلوقتي نهاية الكلمة، نهاية الكلمة بتتغير ازاي لما تكون مذكر مفرد مذكر، بتنتهي ازاي لما تكون جمع مذكر. احنا بنركز النهاردة على السينجولارة والبلورالة، المفرد والجمع. يجي لا اي بتتنطق لي زي كلمة فيليو، بتتنطق لما بتتجمع بتبقى فيلي لي بالظبط. يبقى تاني عندي الكلمات اللي بنحذف حرف الأم زي إيل باتشو تبقى إي باتشي، إيل فيليو إي لي إنكروتشو لي إنكروتشي. طيب هل يا ترى الكلام ده في كل حاجة؟ لا، في كل حاجة ليها اكسبشن، زي كلمة مثلا لودزيو. لودزيو احنا خدناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن لا فاميليا العائلة، لودزيو يعني العم او الخال، لما بتتجمع بتبقى لودزي، يبقى دزيو بتبقى دزي. لحد هنا حد عنده سؤال في اي حاجة؟ في اي حاجة مش مفهومة؟ الاسماء اللي بتنتهي بمقطع ايكو بتتجمع لا اتشي زي ايه؟ طبعا دي معلومه المفروض انها قديمه بالنسبه لنا، كلمه اميكا بتتجمع بتبقى اميتشي، يعني اللي اخرها ايكا اتشي من غير الجماعه تبقى اتشي، اميكا اميتشي. روستيكا روستيتشي اميتشي، روستيكا روستيتشي. طيب برضو كل الكلام بيمشي على نفس الريجولا دي، نفس القاعدة دي؟ لا، في بعض الكلمات زي كلمة أنتيكا بتتجمع تبقى أنتيكي، فيكو تاني أنتيكا يعني قديم، أنتيكي قدماء، ليه أنتيكي يعني قدماء، فيكو فيكي. الأسماء اللي بتنتهي بمقطع كو بتتجمع على إنها كي زي كلمة لوتشيكو إيخ لوتشيكي، إيل بانكو إي بانكي. تاني الأسماء اللي بتنتهي بمقطع كو بتبقى إنها كي، لوتشيكو لوتشيكي، إيل بانكو إي بانكي. برضو الريجولا دي ليها exceptions، ليها استثناءات، زي كلمة جريكو جريتشي، الجريكو يعني اليوناني، اي جريتشي اليونانيين. زي ما اتفقنا الكورس ده هيكون برضو للمبتدئين، بس احنا هنركز فيه اكتر على قواعد اللغة. طيب الاسماء اللي بتنتهي بمقطع جو بتجمع على انها جي زي ايه؟ التانجو اي تانجي، اللاجو يعني البحيرة إيلاجي، إيروت المانجو إيمانجي. بعد كده عندنا الأسماء، في بعض الأسماء المذكرة الشاذة زي ما اتفقنا دي مش العامة، دي exceptions، يبقى اخد بالي من القاعدة العامة ومن الاكسبشنز بتاعتها. عندنا الموناركا يعني العامل، اي موناركي العمال. لحد هنا في حاجة مش مفهومة؟ اكيد نطقنا طبعا بيختلف من السينجولارا
لأن النهاية تتغير. الأسماء زي ما اتفقنا مذكرة الشاذة اللي بتنتهي بمقطع جا بتجمع على إنها جي، زي الكوليجا يعني أذن، الكوليجي الزملاء. برضو في الاستثناء بتاعها، عندنا مثلا البلجا بلجا، البلجي إيبلجي، البلجا إيبلجي. المقاطع الكلمات اللي بتنتهي بحرف الاي، طبعا حرف الاي عندنا في الايطالي مش بنقول عليه حرف الاي. حرف الاي ممكن الكلمات النهايه بتاعت الكلمه ممكن تكون مؤنث ممكن تكون مذكر. طيب احنا هنعرفها ازاي؟ هنعرفها من خلال يعني لما نمارس لغه بعد كده، لان احنا مش هيبقى عندنا كم كبير من الكلمات، بس لما نصادف الكلمات مره واثنين وثلاثه نقدر نعرف دي ماسكيلا ولا فيمينيلا. عندنا ايه؟ البادري ايه بادري، طبعا المفروض هنا في غلط، البادري اخرها حرف مش اخرها حرف الاي، ايه البادري ايه بادري يعني الاب، الاباء البادري زي ما انا كتبتها كده بادري ايه بادري. السينيورا اي سينيوري، السينيورا اي سينيوري. الكان اي كاني، الكان اي كاني. الفيورا اي فيوري، الفيورا اي فيوري. البروفيسورة اي بروفيسوري، البروفيسورة اي بروفيسوري. الدكتورة اي دكتوري، الدكتورة اي دكتوري. الصالة اي صالي، الصالة اي صالي. في مشكلة في اي حاجة لحد دلوقتي؟ بعد كده هنتكلم عن الفيمينيلة المؤنث. يبقى تاني نرجع الكلام اللي احنا قلنا الاول في الماسكيلة المذكر، قلنا لما تجور برد اغلب اللغة الايطالية المفرد المذكر بينتهي بايه؟ اغلب المفرد المذكر بينتهي بحرف، اما بنجمعه بيبقى بينتهي بحرف الاي اللي هو الاي بالنسبه للايطالي، اي بالنسبه لي الاي بالنسبه للانجليش هيبقى اي بالنسبه للايطالي. تمام، دي القاعده العامه، بس في اكسبشنز زي كلمه البروجرام زي ما اتفقنا. الفيمينيله هنبدا نتكلم عنه دلوقتي. اغلب زي ما قلنا ان اغلب المفرد المذكر في اللغة الإيطالية بينتهي بحرف الأو، المفرد المؤنث أغلبه في اللغة الإيطالية بينتهي بحرف الأ، بيتحول في الجمع لحرف الـ A. زي إيه؟ زي لا دونا، لا دونا طبعا هنا برضو المفروض آخرها حرف الأ مش حرف الـ A. دونا لا دونا، لا فينيسترا لا فينيسترا، لا بينا le ben. تاني la donna le donne، la finestra le finestre، la donna le benne. اللي انا عايزاكم تاخدوا بالكم منه النهاية بتتغير ازاي، حرف الأ بيتحول لحرف الإي. هل يا ترى الكلام ده متطبق في كل حاجة؟ لا طبعا، زي ما اتفقنا ان كل حاجة ليها exception. لا مانو، مانو هنا بتنتهي بحرف الأو بس في نفس الوقت هي مؤنثة مش مذكرة، لما بنجمعها بتبقى لي ماني،
لي ماني، بس دي طبعا شاذة. يبقى إذا لا ماجور بارت، أغلب الكلمات المؤنثة في اللغة الإيطالية لما بنجمعها بتتحول لحرف ال اي، تحول لحرف ال اي. في اتفقنا برضو كلمات مؤنثة بتنتهي بحرف ال اي بتتحول لحرف ال اي لما بنجمعها، زي ايه؟ او طبعا اللغة الإيطالية من اللغة الأسبانية. كلمة لا مادري بتتحول ل ل مادري، لا مادري، ما براتشي، ل براتشي، لا براتشي، ل براتشي، لا بي، le api, l'ape, le api, la chiave, le chiavi, la chiave, le chiavi, la frase, le frasi, la frase, le frasi. La classe, le classi, la classe, le classi, la lezione, le lezioni, lezione, le lezioni. عايزة برضه أقول إن مقطع lezione ولما بتجيها بيبقى نفس كده، زي كلمة ستاتسيوني، زي لتسيوني، كلمة ستاتسيوني يعني محطة، بتتجيها ما تبقى ستاتسيوني زي ما احنا شايفين، يبقى مقطع تسيونة ده دايما طول عمره مؤنث، يبقى لا لتسيونة يعني الدرس، لا لتسيوني دروس، لا لزيونة، لا إلزيوني. اي حاجة مش مفهومة لحد دلوقتي؟ طيب في عندنا الكلمات اللي بيبقى فيها تشانتو، احنا اتفقنا طبعا الناس اللي كانت بتاخد معايا من الاول عارفين ان في اخر الاسم كده الحاجة اللي فوق زي حرف الاغر الداش اللي فوق دي اسمها تشانتو. التشانتو دي ما بتتغير، يعني بنغير الاداة اللي قدامه بنحولها من المفرد للجمع، بس نفس الكلمة ما بتتغيرش. يعني مثلا لو عندنا كلمة فاكولتا يعني كلية تبقى بتفضل برضو في الجامعة فاكولتا، بس اللي بتغير الأداة اللي قدامي، والأداة دي احنا هنتكلم عنها بقى باستفاضة المحاضرة الجاية إن شاء الله. هنعرف الفرق ما بين أدوات المعرفة وأدوات النكرة. أنا أهم حاجة عايزة أركز عليها النهاردة هي المفرد والجمع. يبقى كلمة فاكولتا أي حاجة آخرها أتشانتو زي كلمة أونيفرسيتا شتا فاكولتا ما بتتغيرش في الجمع، بتفضل زي ما هي، اللي بتغير بس الأداة اللي قدامها. هنتكلم عن الاستفاضة إن شاء الله المحاضرة الجاية. في بعض الكلمات اللي هي مؤنثة بس آخرها حرف الإي، زي إيه؟ زي إيبوتيزي يعني افتراض، أناليزي تحليل، سينتيزي تلخيص، سنتاسي نحو الأعراب. تاني، إيبوتيزي، أناليزي، سنتاسي، سنتاسي. وفي بعض الكلمات تنتهي بحرف الإي والأي وهي أصلا في الأساس مفرد مؤنث، زي كلمة لاسيري، لاسيري. أنا الحاجات دي كلها ممكن متغيرش عند الجمع، بس في بعض الكلمات زي ايه؟ زي لامولي، لاموليا، لمولي، لامولي، لمولي، اللي هي الزوجة والأزواج، طبعا الزوجة المؤنثة.
الأسماء اللي بتنتهي بمقطع كا بتتجمع على إنها كي. أميك أميك، فاكا فاكا، ماركا ماركا. تاني أميكا يعني صديقة، فرد مؤنث بتتجمع على إنها مؤنث أميكا. فاكا فاكا، ماركا ماركا. في حد عنده استفسار في أي حاجة؟ تاني الأسماء المنتهية بمقطع كا بتتحول لما بتتجمع، طبعا مقطع لو احنا بنتكلم عن مفرد مؤنث بتتحول لك زي ايه؟ أميكا أميكا صديقة، بتتحول في الجمع تبقى أميكا أصدقاء. لو احنا بنتكلم طبعا عن يبقى ده مفرد مؤنث وده جمع مؤنث. فاكا هنا مفرد مؤنث تتحول لفاكا. كا ماركا. كده واضح ولا لسه في مشكله؟ في بعض الكلمات اللي بتنتهي بمقطع شا تتجمع على انها تشا زي ايه؟ بانشا لا بانشا، لا كوشيا لكوشة، لا بانشا لبانشة، شا لكوشة. برضو لكل حاجة ليها الايه الاكسبشن بتاعها. بعض الكلمات زي لا كاميتشا كاميتشة، لا فارماتشا يعني صيدلية لفارماتشية، لا كاميتشا يعني قميص لكاميتشا، لا فارماتشيا لفارماتشيا. الكلمات اللي بتنتهي بمقطع جا بتتجمع وتتحول لجي زي لا لجا لجي، لا كوليجا لي كوليجا. تاني ليجا لي ليجا، لا كوليجا لي كوليجا. الأسماء اللي بتنتهي بمقطع جيا بتتجمع لأنها جي لي لا لوجيا لي لوجيا، لا لوجيا لي لوجي. بس عندنا برضو اكسبشن، لو كان حرف الاي منطوق عشان نحافظ على النطق بطريقة معينة زي كلمة ايه لا نوستالجية لا نوستالجية، لا نوستالجية لا نوستالجية، لا زية لا زية، لا زية يعني عمة أو خالة لا زية. في أي حاجة مش واضحة؟ في عندنا بعض الكلمات اللي ليها جمع شاذ يعني بتتغير شكل الكلمة لما بنجمعها زي كلمة ايه؟ زي كلمة اوامو رجل اوامو اوامني اوامو اوامني، ديا داي ديا داي، ميلا 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 ميلا، بوي 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 بوي. في بعض الكلمات لما بتتجمع بيتغير يبقى ليها جمع شاذ غير اللي احنا متعود او غير الريجولا نورمالا القاعدة العامة اللي بتمشي عليها كل الكلمات. اوما اوامني ديا داي ميلا ميلا بوي بوي. طيب بعض الكلمات
اللي لجأ عملها. زي لا فاهمة الجوع مهيش جمع، حتى لوجيك مش جمع. لا نتسو نتة، لا نتسا نتة، منتصف الليل، لا نتسا نتة. Il sangue, il sangue. La sete. Il miele, il mezzogiorno, تاني في بعض الكلمات إيه ما بنجمعهاش زي إيه la fame. La mezzanotte, il sangue. La sete. Il miele. Il mezzogiorno. في برضو بعض الكلمات اللي ملهاش مفرد. إيه؟ لي أوكيالي. لي أوكيالي. لي فوربيتشي. لي فوربيتشي. طبعا الحاجات دي مش هنقابلها كتير، احنا لينا بالقاعدة العامة ونعرف برضو القاعدة الشاذة بتاعت كل حاجة. في عندنا علامات مفردة، مفردها مذكر ومعاها مؤنث زي ايه؟ بينتهي مثلا بحرف الا زي ايه مثلا؟ il braccio delle braccia، il dito le dita. يعني ممكن نبص عليها لأول مرة لو احنا ملناش خبرة قوي مع اللغة نفتكرها انها مفرد مؤنث لانها بتنتهي بحرف الا، بس لما نعرف كويس ونركز كويس هنعرف انها جمع. بس حالة شاذة هي دي، حاجة شاذة ناخد بالنا قوي لما نيجي نذاكر العامة اللي مطلقة على كل القواعد والحاجة الخاصة الشاذة، خصوصا لما ناخد بعد كده البريزنت المضارع هنلاقي فيه حاجات عامة قواعد بتمشي على كل الكلمات وفي قواعد تانية شاذة. il braccio زراع، le braccia أزرع. il dito le dita. l'uva l'uovo le uova. l'osso ossa. il frutto le frutta. il lapro le lapra. quindi il braccio le braccia. il dito le dita. l'uovo le uova. l'osso le ossa. il frutto le frutta. il lapro le lapra. في حد عنده أي سؤال؟ في أي حاجة مش واضحة؟ طيب ده الإزرشيتي اللي احنا المفروض إن احنا نحله، ممكن دلوقتي نحله مع بعض وممكن برضو ننزله بالمودل أنسر إن شاء الله بتاعته على الجروب. نمر أولو، أي سؤال عندنا؟ فرانكو اي دي روما. المفروض نختار انهي اجابة؟ المفروض فرانكو ده مفرد مذكر، المفروض نختار ايطاليانو ايطالياني ايطاليانه. تمام الإجابة هتبقى إيطاليانو عشان هو مفرد مذكر، يبقى أكيد إن هي بتنتهي بحرف أو. دي لا ريجولا نورمالة، القاعدة العامة بتاعت الأسماء كلها. طيب نمرة دوا، سؤال رقم اتنين، ماريو إيه ماركو سونو. المفروض ماريو كدول
جمع مذكر سونو أمريكانو أمريكاني. ماريو إيه ماركو. المفروض دول زي ما اتفقنا جمع مذكر. الإجابة هتبقى نو. رومي ولا دول ولا تري. أمريكانو أمريكاني. أمريكاني هتبقى صح. أمريكاني إن هما جمع مذكر، المذكر نهايته بتبقى اي، مش احنا قلنا بتبقى لو جمع مفرد مذكر بتبقى او، لما بتتجمع بتبقى اي. تمام. نمرة 3. أباريجي. أباريجي دي بلد في إيطاليا. أبيتانو يسكنوا اي فرانشيز فرانشيزي فرانشا. المفروض اني اجابة تمام هتبقى تاني واحدة فرانشيزي فرانشيزي. نمرو 4. لا بوكا اي لا بوكا اي لا بوكا يعني الفم اي بيكولا بيكولي بيكولا. مفروض لا بوكا ده مفرد مؤنث. برافي. اخر واحدة خالص اللي هي بيكولا. لا بوكا اي بيكولا. برافي. نمرو 5. لي روزي. لي روزي مفروض دي جمع مؤنث. بيلو بيلي بيلي بيلو بيلي بيلي. برافي. نمرو 2. بيلي بيلي. برافي. تمام. في اي حاجة مش مفهومة من اول الكورس او في اي استفسار عن اي حاجة تاني؟ احنا المفروض كده خلصنا. خلص سينجولاري ايه بلورالي المفرد والجمع. ان شاء الله دايما هيبقى معادنا يوم 9/6 دي نوعه، يعني في حدود من 8 ل 9 محاضرات ان شاء الله، وهتبقى المحاضرة الأخيرة تبقى مراجعة على كل المحاضرات اللي قبل كده. بعد كده نبدأ نعمل امتحان، وزي الكورس القديم هيبقى الامتحان جزئين، جزء أورال وجزء ريتن. اه ان شاء الله، بس لما تحصل على حد أدنى من الدرجات معين. ان شاء الله بعمل فن في الموضوع ده. المحاضرة ميعادها ثابت ان شاء الله يوم السبت 9/6. مش نكتفي بالمحاضرة بس، نحاول على قدر احنا مجهودنا بقى ان احنا مثلا ندخل على اليوتيوب ونسمع اغاني ايطالي. طب مثلا كده كانسوني ايطاليانا كون الكيستو، يعني مثلا نختار اغاني ايطالي بالليركس بتاعتها ونبدأ نترجمها، نشوف اللي دي فيتشنا كلمات صعبة ونبدأ احنا نترجمها. ان شاء الله المحاضرة دي اصلا لحد لو جه اخر ما كانش يحاضر معانا من الاول يقدر يتابعها على اليوتيوب، ولو كان حد عايز يشوف المحاضرات اللي قبل كده ان شاء الله برضو هي موجودة عليه. لو في اي سؤال ان شاء الله هنقدر نتواصل على الجروب. شكرا لكم والسلام عليكم.